المنافس عنده أزمة في تجديد عقود اللعيبة زي ما قلنا، منهم اللي مشي ومنهم اللي كانوا بيلموا له ومنهم اللي راح ويقول لك أنا بقالي 4 5 شهور ما أبطش. يعني أنت عايز تصدر مشكلة للنادي الأهلي مش موجودة عنده وهي موجودة عندك بقالها فترة؟ أنت عايز تخلق مشكلة للنادي الأهلي وبس، عايز تعمل قلق وبس. لا، أنا بقول لحضرتك من هنا بقى، بقول لك لعيبة الأهلي مش النوعية دي، بالعكس لعيبة الأهلي اللي أنت سعادتك بتعمله بيدي أثر إيجابي مع لعيبة الأهلي مع الإدارة. وخلي بالكم نادي الأهلي لما بيجي يعلن عن حاجة بيختار التوقيت المناسب. أي قرار بتاخده الإدارة بيتم الإعلان عنه في وقته، بيتاخد القرار ليه وقت معين، الإدارة عايزة تقول إن هي خدت قرارات في كذا وكذا 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 وكذا، ليه وقت معين، مش أي واحد يقول قرارات. النادي الأهلي مش زي أي نادي تاني، معلش مع احترامي لكل الأندية، النادي الأهلي زي ما قلنا قبل كده غير. النادي الأهلي غير. ده راجل لما النادي المنافس بيجي يجدد للعيب عنده تلاقي إيه؟ بسم الله ما شاء الله، فرح. تلاقي صورة فيها مثلا 10 انفار، وصورة فيها 5 6 انفار، ما تعرفش مين دول. وتلاقي اللعيب واقف في النص كده مش باين. هو فرح، مش دي طبيعة النادي الأهلي. إحنا بيبقى فيه مسؤول، المسؤول ده بس هو اللي بيصور مع اللاعب، وبيطلع بعد كده النادي بيقول قرار حصل كذا 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 كذا، وده ليه ميعاد معين. لأن النادي الأهلي عنده حاجات كتير تانية، يعني ما بين، بصوا بقى ما بين إيه؟ بطولات في أفريقيا، بطولات كأس عالم الأندية، وبطولة الدوري. عايز أقول حاجة بمناسبة بطولة الدوري، معلش. طبعًا الدوري ده بطولة النادي الأهلي المفضلة. إحنا لما بناخد الدوري ما بنفرحش 5 دقايق. حتى جمهورنا اتعود على كده. يعني جمهورنا هو مغمض يقول لك ايه؟ ما الدوري ده بتاعنا. الدوري ده بتاعنا. في غيرنا بياخد دوري كل 10 سنين. واللي بيحصل زي ما يكون خد كأس العالم. أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا الفترة الجاية بإذن الله يوم 17 هنلعب النهائي قدام كايزر تشيفز جنوب أفريقيا، وبإذن الله تكون العشرة من نصيب النادي الأهلي ونفرح كلنا. لما نيجي إن شاء الله، مش عايز أقاطع. إن شاء الله تبقى الفرحة جميلة وكبيرة للمصريين كلهم بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص. ولكن أنا بقى عايز حضرتك، النادي الأهلي لما بإذن الله بدون مقاطعة ياخد العشرة، ده بيحطم رقمه القياسي اللي قبل كده اللي هو التاسع 9 مرات. مين الأقرب بعد كده؟ الأقرب واخدها 5 مرات. شفتوا الفرق؟ طيب نتكلم عن الدوري. اللي بيحصل في الدوري احنا ما بنفرحش الفرحة دي، خلاص الدوري ده بقت بطولة بالنسبة لنا عادية وخلاص، نفرح 5 دقايق 10 يوم بالكثير قوي، وبعد كده خلاص بنبص للي جاي. يعني اللي بيحصل مبالغ فيه قوي، ومبالغ فيه عارفين حضراتكم ليه. الموضوع شافوه ان هو مش جايب نتيجة، لان نوعية لعيبة الأهلي مش هي دي النوعية. نوعية المنظومة في النادي الأهلي غير أي نوعية، نوعية مجلس إدارة النادي الأهلي غير أي نوعية. فاللعيبة مركزة. بص، عادي جدا في الكورة يبقى في مكسب وتعادل وخسارة، عادي مفيش مشكلة. بس طول عمر النادي الأهلي نادي بطولات مش أوهام.